السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة بقى تعالوا شوفوني وانا بذاكر لحمة، بيغلبني ويعذبني وبيعمل حاجات غريبة كتير، بس هي دي صدقوني الحياة اللي بتحصل معي. بس قبل ما نبدأ بقى يا جماعة، عملوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. احمد، نعم، يلا يا احمد تعالى عشان تذاكر. ماشي، 3 ساعات بقى عبال ما يجي. يلا يا احمد. ماشي، تعالى يلا عشان تذاكر عشان اجيب لك حاجه حلوه. ماشي، يلا يا عسل، روح هات الكتب بتاعتك وتعالى عبال ما اجهز انا هنا كده. تعالى كده نذاكر على الترابيزه الحلوه دي. يلا هات الكتب وهات الحاجات. تعالى احنا خليك على يمين كده، لف. هات الكتب. انا عايز اقعد هنا. اقعد هنا. طب انا هتقعد هنا ولا هتقعد هنا؟ خليك على يمين احسن. خليك على يمين. يلا اقعد بقى. في ايه؟ هتذاكر مادة ايه النهارده؟ هتذاكر لك عربي ولا حساب ولا ماس ولا ايه؟ هتذاكر ايه؟ حساب. هات كده. تعالى على طول يا احمد. ماشي. بسرعة يا احمد. ها يلا بسرعة. وريني جبت ايه؟ لقيت الكتب بتاعتك؟ ماشي. عايز تذاكر ايه بقى النهارده؟ عايز اذاكر عربي. تذاكر عربي؟ لا حساب. لا الحساب حلو والعربي. طب عايز اذاكر لك ماس؟ لا استنى، انا عايز دوت. عايز دوت؟ طب هي تذاكر ايه؟ استنى اذاكر لك. ماشي تعالى اذاكره لك. شيل بقى الحاجات دي. هتذكرك على ده؟ لا استني، عايز ده. عايز ده؟ اخر كلام. ايه؟ طب استني، طب انا عايز ده. خلاص يا احمد اهو. هي بتاعت ده؟ يعني انت جايب لي الكتب دي كلها وفي الاخر مش هتذاكر. عايز ده. يا رب يا ده. خلاص ماشي، هات ده. حط حط بقى الكتب دي كده وتعالى اقعد جنبي هنا. اقعد جنبي. استني اختاري الالف. اختاري الالف. لا يلا خلاص استقريت على ده. يلا يلا نبدا. استني استني استني. ايه؟ انا عايزه ذاتي نط على الترابيزه المدوره، مش عايزه ذاتي. يعني هنا وحش؟ لا انا مش عايزه ذاتي، انا عايزه ذاتي اللي هناك. دي اسمها ترابيزه على فكره، دي اسمها طبليه المدوره، دي اسمها طبليه. يعني انا مش عاجبك ما تيجي ذاتي هنا وخلاص. لا خلاص ماشي، يلا نروح نجري الطبليه. امري لله. روح بقى اشتغل تعالى نجيب الطبلية. يلا تعالى هات الحاجات بتاعتك اللي هناك دي. يلا كانت حاجات معاك والله. انا تعبت، هنرجع هنا تاني. استغفر الله العظيم. اتفضل اقعد، ما تغلبش الدنيا. خد يلا اقعد. يلا يلا نبدا. بسم الله اقعد. بس يلا استنى استنى. انا ايه؟ وفي قلم اهو. لا انا عايز الاقلام دي. مش عايز الاقلام دي. انت بتعمل ايه في القلم؟ القلم ده كان جديد امبارح، انت خليته صغنن ليه كده؟ تخلي القلم صغيره كده ازاي؟ يلا هات قلم. يلا انت جايب القلم كلها؟ خد قلم. خد بدوش. طيب يلا اختار لك قلم بسرعه. طب هو فين؟ استني 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 اهو. انت بتعمل ايه؟ لا نبني. كل ده عشان تختار قلم؟ ايوه. لم لم. انا مش هقول لك انا مش هنذاكر النهارده. كل ده عشان تختار قلم تكتب بيه؟ والله لازم تحرم عليك. لم كل الاقلام دي. شوفي يا جماعه الاقلام قد ايه؟ لم الاقلام دي كلها يلا كده حرام. طيب قلم الاول. اختار لك قلم. اتفضل اختار قلم. ولا قلم حلو ولا قلم ميتة. خد كل الاقلام كتير قدامك اهي. خد ده. مش عاجبك الاقلام دي؟ ماشي مش مشكله. بصوا لقيت ايه؟ جنيه.
ده مش جنيه ده ربع جنيه ولا مش ربع. يلا لمي الفايل لمي 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 انت حرام عليك والله العظيم انا لسه منظفه البيت وتعبانه في التنظيف تعبانه لمي بقى لمي مش عارفه اقولك سيجي قلم الوان خشب ده مش هينفع خد قلم اهو استنى استنى انا عندي قلم حلو دي عندك قلم حلو يا ابني وريني ده اكبر قلم في التاريخ ايه ده ده القلم دي كلها بصي سابي القلمه دي كلها واختار ايه هتكتب بده هتكتب بده ازاي خد احلى مني بس عامل ازاي لا انت حتى بقك مقرقط لا انا هاخد ده طب هتكتب بده ازاي؟ طيب خد يلا ايه تاني؟ انا عايزه الشباك في ثانيه يا لهوي هات اشرب معاك جبت الازازه كلها صور بس جايب لي شوط ميه هما شوط الميه دول اللي جايين مش عايزه مش عايزه اشرب خدي واحده تملك يلا بقى نبدا هات القلم يلا بقى نبدا يا احمد استنى انا عايزه الحمام يا نهار ابيض ما بيحلاش الشرب والحمام والاكله لو ساعه المذاكره انا مش عارفه اعمل ايه بس يا ربي فاهم مش عارفه اعمل في ايه اخيرا جيت اتفضلوا اقعد يا رب نذاكر اليوم يا رب نفسي بقى نذاكر اتفضل خد الاكبر قلم بتاعك ده القلم بتاعك ده يلا استني استنى عايزه انزل تحت مليت من الشقه مليت من الشقه؟ اه والله العظيم والله طب هنذاكر شويه وننزل تحت شويه لا انا عايزه انزل تحت بس العشاء اذنت يا احمد هننزل الجو ضلمه تحت ايه المشكله تعالي ننزل تحت هنلم الكتب دي كلها وننزل تحت تاني؟ ايوه انا هعمل لك اللي في دماغك عشان تبقى مستريح وانت بتذاكر اتفضل يلا هتلاقيني تعبت اه والله تعبت معاك يلا اتفضل عشان ننزل تحت طبعا دلوقتي احنا نازلين تحت انا واحمد لسه ما لقيت نور الجنينه استنوا هاتي افتحي توت اتفضل يلا هتقعد فين بص بص الدنيا ضلمت ازاي العيشة اصلا اذنت تعالي نشيل بقى الحاجات دي نشيل الحاجات دي من على الترابيزه او خليها كده خليها كده ونقعد نذاكر انا وانت هنا اقعد يلا يا رب بقى نذاكر يا رب اقعد بقى يا استاذ احمد استنى ما تمدح شويه يا لهوي شكلنا كده اصلا مش هنذاكر النهارده اتفضل اتمرجح شويه عد 10 مرات وانزل ايوه 10 مرات كفايه بقى ستوب ستوب خلاص كفايه عشان خاطري يلا هنكتب شويه صغيرين وخلاص اعمل الواجبات بتاعتك وخلاص اقعد يلا اقعد يلا انا قاعده جنبك اهو انا بخاف يا جماعه اما الجو يضلم مفيش حاجه الدنيا بتاعتنا جميله ونظيفه ومفيهاش اي حاجه كانت في قطط بتعمل حمام على طول لا احنا منضفين الجنينه مفيش اي حاجه اهي الجنينه نظيفه وحلوه كانوا القطط بييدوا يعملوا حمام لا هنطفشهم بقى خلاص معلش بيد وكانوا بيستخبوا في طبوط العربيه بتاع بابا اصل الطبوط دافي الساعه اما تيجي بيستخبوا في قلبها هتفضل بقى تتكلم كده كتير يلا بقى يلا نبدا اكبر اهو القلم بتاعك اهو احلى قلم قلم كبير جدا وريني فين الكتاب اللي انت كنت هتذاكر فيه اهو هات بقى كل الكتب دي المهم ان هو شايل 100 كتاب وفي الاخر مش هيذاكر في حاجه يلا يلا عشان نبدا استني يا ماما اقول لك حاجه بس ما تزعقليش ماشي حاجه ايه هتزعقلي بصي لي كده لا مش هزعق قولي الحقيقة انا عايزة ايه؟ عايزة تقول ما احنا لسه واكلين من شوية بس انا لسه عايزة بس يا
يا احمد، انا راح اعمل لك سندوتش، بس عبال ما اجي افكر هتكتب ايه. ماشي ماشي، يلا انا جايه. الله ادوني هنا. يا ابيض يا احمد، ده انا كنت جبت لك سندوتشات عشان تاكل، يعني في الاخر ما ذاكرتش ولا حتى اكلت. احمد يلا قوم هتنام، جبت لك سندوتشات عشان تاكلها. بص طب استنى بقى، انا هشيلك هشيلك ادخلك. احمد قوم يلا قوم 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 يلا قوم يلا عشان ندخل على جوه. ولا قوم قومي عشان ندخل، الجو هنا حلو. يلا قوم بس قوم نام في سريرك يلا. بصوا في الاخر خالص احمد نام وشيلنا الكتب ومذاكرش اي حاجه خالص ولا كل، وهدخله ينام دلوقتي، وكل يوم على هذا الحال بيغلبني وهو بيذاكر. احفظ بقى. بصوا يا جماعه ايه رايكم في التمثيليه اللي انا مثلتها انا واحمد؟ بس انا عايزه اقول حاجه، ان ده اللي بيحصل فعلا كل يوم، وحبيت ان انا اوريكم المعاناه اللي انا بعانيها مع احمد، وبيحصل اكتر من كده. كل ما نيجي نذاكر يقعد يقول لي طب استنى العب شويه، طب استنى هشرب، طب استنى اروح الحمام، طب اعمل لي سندوتش. كل يوم على هذا الحال، ما بعرفش اذاكر له. قال اليوم بقى اللي بذاكر له فيه وبيغلبني عبال ما بيكتب اي حاجه او بيعمل اي حاجه. قولوا لي بقى اعمل فيه ايه؟ ينفع كده يا احمد؟ ينفع؟ لا خلاص، هتسمع كلام ماما؟ اه. في نهايه الفيديو يا جماعه، اشتركوا في القناه وتفعلوا الدايز، وهنزل لكم فيديوهات تتيله. ومع السلامه. عملنا لايك، اهم حاجه اللايك. عملنا لايك، انا نسيت. عملنا لايك.